بنهتم بكل شيء يهمك عشان انتي تستحقي انك تكوني براند في الجمال، براند في جمالك، في شياكتك، اناقتك، في اسلوبك وبيتك. براند مش معناه انك بتستخدمي كل شيء ثمين وقيم، لكن ممكن جدا باقل التكاليف تكوني براند للجمال. عشان كده هنبدا النهارده بالموضه والازياء، وهنعرف ايه الجديد والموضه من افكار والوان وتصميمات مع مصممه الازياء اللي منوراني سمر التوني. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا سمر؟ اهلا بيك. قولي لي بقى، يعني انا دخلت على البيجي عندك على الصفحه ما لقيتش واحده عملت عندك فستان الا اذا كتبت عنك شعر. جميل. قولي لي بداتي فكره التصميم ازاي؟ هو بابا كان عنده مصنع ملابس جاهزه، وبدات ان انا يعني ابص بقى بيشتغل ايه وبيعمل ايه وكده، وبدات ان انا انمي بقى ان انا فكره ان انا ازاي اعمل تصميم موديل، واشتغلت في البيت شويه، قعدت ان انا اعرف ان انا اظبط ازاي اطلع موديل حلو. يعني والدك كان ترزي، كان عنده مصنع ملابس. اتعلمتي من الخياطه؟ بالظبط، من بدايه الخياطه انك تقصي وباترون وكده. بالظبط. تمام، كملي. وبدات قعدت اشتغلت سنتين في البيت، وبدات اهلي بقى يظبطوا، لا افتحي يا سمر اتيليه، انت بداتي ان انت تعملي شغل حلو وتعرفتي. فبدات فتحت اتيليه صغير كده، وبقيت ان انا ايه اصمم بقى فساتين كاجوال الاول وبلوزات كاجوال، وبعد كده بدات في السواري. بقالك قد ايه في تصميم الازياء؟ بقالي 13 سنه. 13 سنه؟ بالظبط. عملتي طفره في جروبات السيدات، شفتي موديلات وحاجات جميله جدا ليكي. طيب ما تيجي نشوف عملي، نشوف الـ 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 الحاجات اللي انت عاملاها. مجهزه لنا ايه النهارده؟ الوان ايه؟ او مجهزه الوان. طب نشوف مع بعض الاكوا. تمام. اسبانيولي كده تول مع جوبير، انت اللي عامله البلوزه الجميله دي. حلوه قوي، لونها جميل. قولي لي انت استخدمتي الشغل اللي في دراعك ده اسمه ايه؟ بتستخدمي اقمشه معينه او كده في التصميمات؟ طبعا بدخل الاقمشه الجبير، التول، الفلاورز، الالوان، طبعا الكافيهات بدرجاتها طالعه موضه السنه دي، مع الستان طبعا الستان الالترا موضه، بدخله في السواري دايما. بس طيب قولي لي، كل تصميم بيحتاج له نوع او خامه قماشه معينه؟ طبعاً. ولا التصميم عادي، التصميمات متاحة عندي أستخدم كل الأقمشة فيها؟ هو أنا فعلا بستخدم كل الأقمشة، يعني مثلا التول الفرنساوي بدخله، والستان والكافيور، كل الأقمشة بدخلها في السواريات، كل الأقمشة. بس أنا بتكلم في نقطة، إن أنت التصميم ده مثلا ممكن تستخدمي له أي نوع قماشة تاني ولا لا لازم القماشة اللي أنت مستخدماها؟ لا عادي، بدخله شيفون، تول عادي، تول عادي. يعني مثلا فيزون، ايه رايك ينفع في الموديل ده؟ لا طبعا ما ينفعش. يعني اذا ان كل تصميم له نوع قماشه معينه، ماتريال معينه فعلا. طب قولي لي، شكل الرسمه بتاعت الدريس وانت بتعمليها بتبقي متخيله لونها قبل ما تعمليها، ولا اي لون عادي يمشي على اي تصميم؟ والله بصي، ده بيرجع للعميله، يعني مثلا لو هتنفذ ديزاين مثلا، لا ببص طبعا لبشرتها، لوزنها، لطولها، لاني طبعا انا بشتغل على العملاء. الوزن طبعا بيفرق معايا في الالوان، نوع القماشه طبعا معايا بتفرق معايا في القماشه بالنسبه للوزن واللون البشره وكده. يعني انت مش بتهتمي تطلعي موديل مميز قد ما بتهتمي انك تختاري للعميله او للكلاينت اللي جايه لك اللي لايقه عليها. بالظبط. صح كده؟ طب ما تيجي نشوف عملي. اتفضلي. معانا اول موديل. يلا انا هتفاجئ بالدريسات النهارده، انا بتجنن بالحاجات دي. ماي. فستانها. قولي لي، اتكلمي عن فستانها قبل ما فستانها كافيار، تولي كافيار، منفوش طبعا، متدخل له ستان، ومتدخل له بجومين اللي بينفش الفستان. يلا اشرحي. الله، لا يعني بصراحه الدريس شكله جميل قوي قوي وشكله انيق. قولي لي كده، ايه نوع القماشه اللي انت استخدمتيها فيه؟ استخدمت تول كافيار، وستان صالونه. تول كافيار وستان. وستان صالونه. يعني نوعين قماش فوق بعض. هما دول لونين مختلفين عن بعض، من تحت شامبين ومن فوق الكافيار اوف وايت. يعني اللون اللي تحت مختلف عن اللون اللي فوق اصلا، بس مدي كانه لون واحد. مدي بس سامبل قوي ورقيق. تسلم ايدك يا سمر، جميل قوي. لفي كده، حلو قوي.
طب اللي فوق ده بنسميه ايه؟ يعني انت معليه الكم من فوق. بنعمله فوليوم شويه زي البرنسيس كده شويه. شغل السندريلا والحاجات. بحب الحاجات المشابهه للسندريلا. طب الحزام ده بتستخدميه دايما في الفساتين المنفوشه ولا؟ لا عادي. مش دايما. لا مش دايما، مش دايما بعمل حزام. يعني ممكن تعملي فستان منفوش، اصل ممكن مثلا حد يجي لك يقول لك لا انا مش بحب مثلا الحزام اللي في النص. لا عادي. فانت حسب رغبته صح؟ حسب رغبه العميل. طب قولي لي بقى، اخترتي الدرس ده بالذات للبنوته دي ليه؟ انت قلتي لي من شويه انك يعني بتحبي تشوفي اللي لايق على البنوته اللي بتجي لك الاول قبل ما تختاري الموديل طبعا او تصمميه. حسب وزنها. حسب وزنها. طبعا. يعني انت شايفه ان التصميم ده لايق عليها عشان كده عملتيه بالظبط وفعلا محليها ومخليها جميله. طب ايه اللي انت اكتشفتيه فيها عشان خاطر تختاري لها اللون ده والديزاين ده؟ طبعا طولها مناسب جدا نعمل ستايل منفوش شويه. يعني مثلا لو عميله كيرفي شويه وجسمها طبعا مليان شويه، لا بختار لها موديل تاني، بس عشان خاطر هي طولها مناسب مع وزنها فبيليق معاها الستايلات المنفوشه. شكرا البنوته الجميله. الله تسلم ايدك يا سمر. وليه بقى اخترتي اللونين دول بالذات مع بعض ليه؟ انا قلت اكسر الكشمير شويه بالنبيتي. في بنات بتحب ان هي اللونين مع بعض. يعني قلت اكسر الكشمير شويه على بعض. بالظبط. ده كان تصميمي. حلوه قوي. طيب قولي لي انت الشغل اللي فوق الدريس ده يدوي؟ كله هاند ميد. مش مكان؟ لا هاند ميد يدوي. هاند ميد. ده بياخد وقت كبير اعتقد. طبعا بيجي قماش وبيتفرغ وبيتركب هاند ميد. بيستغرق مثلا وقت قد ايه يا سمر؟ يعني مثلا 3 ايام. 3 ايام؟ يعني ممكن تقعدي مثلا في الشغل اللي من فوق ده بس 3 ايام. 3 ايام. ده غير بقى الباترون والقص والكلام ده كله. طبعا. طب قولي لي بقى، نعيد تاني السؤال عشان البنات بتحب جدا ان هي لما تيجي تلبس المصممة الازياء اللي تلبسني دي تداري الدفول اللي عندي، يعني مثلا سواء عندي كيرف عالي شويه مضايقني، فممكن زي ما انت قلتي خامه القماشه ولونها تداري ده جدا. تداري. طبعا. اخترتي للبنوته دي الدريس ده بالذات ليه؟ البوليكور طبعا بيدي فوليوم شويه. وهي كمان ما شاء الله وزنها حلو قوي، فالماتيريال مساعده على الموديل، يعني بحيث ان الفستان طبعا الفستان ستريت وعليه اكستنشن من بره، يعني ممكن الاكستنشن يتشال او تلبسه عادي. يعني انت شايفه ان هو كده وزنها لايق على الدريس او مخلي، انا شايفه كمان ان انت نفشلها من تحت شويه. داخله زي بطانات كده تعمل فوليوم شويه للاكستنشن. حلوه قوي قوي. تسلم ايدي. تسلم. بنشكرك، جميله زي القمر. دكتوره انجي. حلو قوي قوي قوي. ده نظام تول يا سمر؟ ده تول فرنساوي. الله. والجبير اللي عليه بيجي زي ابليكات، بيتحط ابليكات جاهزه. اسمه جبير؟ جبير. جبير. قولي لي الجبير ده انت عملتيه برضو يدوي؟ كله هاند ميد. يعني مش حاجات جاهزه بتركبيها او كده؟ لا هو حاجات جاهزه تتركب، بس تتركب هاند ميد. الجوبير ده بيجي زي نظام ابليكات وبتتركب بالايد. احلى حاجه عجبتني في الدريس ان من تحت اللون نفس اللي فوق. الاقصى بس مش مشكله او مش كسره غير في الهاند ميد اللي انت عاملاه في الجوبير. من اللي فوق. بيستغرق معاكي دريس زي ده وقت قد ايه يا سمر؟ ده مثلا يعني نقول يوم. يوم؟ ده انت مصممه ازياء سريعه. انا هاجي اصمم مصر كلها تيجي تصمم عندي ان شاء الله. ده تحت امرك. بنشكرك. جميل قوي قوي قوي. قولي لي بقى، بتصممي فساتين بس؟ والله انا الاول بدات زي ما قلت لحضرتك، بدات كاجوال. يعني الكاجوال بالنسبه لي كان في الاول عشان بدايتي، طبعا انت عارفه السواري صعب شويه وبياخد وقت. فبدات في الكاجوال، في الدريسات الكاجوال، البلاوز، البنطلون، بدات فيه شويه. فطبعا لما ايدي اشتغلت في السواري اكتر وبدات ان انا اتقن ايدي شويه في السواري، فطبعا يعني في ساعات بشتغل كاجوال وساعات بشتغل سواري. بس بقيتي دلوقتي سواري بس؟ سواري. يعني دلوقتي اللاين بتاعك سواري بس. قولي لي مين المسؤول عن التصميم والتنفيذ؟ طبعا انا اللي بنفذ، وفي بنات طبعا معايا بيشتغلوا معايا عشان الشغل يطلع في اسرع وقت. بس طبعا لو في عميله جايه معاها الموديل عايزه تنفذه، طبعا ممكن احط التاتشات بتاعتي، اللي هو ايه اللي يناسبك، ايه الماتريال اللي هتناسبك. حلو قوي. الديزاين ممكن نلعب فيه شويه، نغير فيه شويه كده. طب قولي لي الموضه السنه دي ايه في الفساتين والالوان؟ الموضه السنه دي الحاجات المنفوشه.
يعني الستايلات المنفوشه لكل الادوار طالع موضه. طبعا 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 الاوزان يعني حسب الاوزان في الخطوبه طبعا الستايلات المنفوشه طالعه موضه جامد، والالوان طبعا الشامبين طالع موضه والكافيهات بدرجاته طالع موضه. كافيهات بحبه قوي. الكافيه طبعا بدرجاته وهم والبيبي بلو والاكوا، الالوان دي كلها طالعه موضه. طيب قولي لي انت قلتي لي انت المسؤوله عن التنفيذ والتصميم، انت بس اللي بتعملي كل ده ولا في حد بيساعدك؟ والله انا كل حاجه بعملها بايدي. معقوله؟ ان شاء الله. يعني كل حاجه بحب ان انا يعني اشتغلها بايدي، وفي بنات طبعا مساعدين معايا بيساعدوني، بس انا بحب اشرف كل حاجه وكل حاجه اعملها كل حاجه بنفسي. بالظبط. برافو حياتي. طب قولي لي انت ايه النصايح اللي ممكن تقدميها العروسه؟ نصايح لا اقدر اقدمها العروسه. طبعا يعني لما بتيجي لي عروسه طبعا تيجي تصمم فستان طبعا قبليها طبعا بفتره جامده، لان الفستان العروسه بياخد وقت جامد. طبعا بنقعد نختار بقى مع بعض، نعمل كذا قاعده كده نختار الرسومات بتاعه الفستان، وطبعا بقعد ارسم معاها لحد ما نوصل مثلا لشكل هو خلاص عاجبها. يعني ممكن تقتبسي من تصميم تاني وتزودي عليه؟ ممكن. طيب لو عميله جات لك وحابه هي تلبس كل حاجه على ذوقها بتريحيها ولا ممكن تديها ذوقك؟ يعني ممكن. ما ممكن على فكره تختار غلط لنفسها، وانت ممكن تكوني شايفه رؤيه تانية هي مش شايفاها، فبتحاولي تقنعيها ولا بتسيبيها على راحتها؟ لا يعني لازم اقنعها طبعا. ويعني معظم العملاء عندي بصراحه بيثقوا في ذوقي جدا، فبيسيبوا حته مثلا لا نغير في موديل معين في الماتيريال في الديزاين حاجه بسيطه، وفعلا في الاخر تقول لي صح يا سمر انت عندك حق فعلا كده شكله احلى. كده شكله احلى. خصوصا طب قولي لي انت اتكلمتي عن التصميمات اللي هي الموضه السنه دي المنفوش. لو واحده وزنها مليان تقدر ان هي تلبس منفوش؟ عادي، بس ممكن يبقى الفستان مثلا ستريت ويبقى عليه مثلا زي نظام اكستنشن من الجنب. طبعا انا بحب افصل للبنات اللي اوزانها عاليه. يعني الحمد لله نجحت ان انا اعمل البنات اللي جسمهم كيرفي شويه. لا بقدر افصل فساتين تداري جسمهم وما يبقاش في تناقض. يعني حتى كمان فصلت الحوامل. يعني فصلت الحوامل، عملت كذا فستان للحوامل. يعني حلو قوي جدا، كان شكله حلو في التصميم وفي الالوان، والوان فاتحه مش الوان غامقه. طيب انت عارفه ان اجسام البنات مختلفه، في بقى اللي هو المثلث المقلوب، التفاحه، المتكسم. تنصحي كل بنت انها تلبس ستايل فستان عامل ازاي عشان يكون لايق عليها؟ انت انا شايفه انا من وجهه نظري انا بحب جدا انك تلبسي اللي لايق عليكي قبل ما يكون ماشي على الموضه. بالظبط. طب نشوفي الاموره اللي جات لنا الاول. ده انت اللي عاملاه طبعا تنفيذ وكل حاجه، تصميم وكل حاجه. الله حلو قوي الوانه. انت قلتي من شويه كافيهات، هو ده كافيه؟ كافيه هافان. طب قولي لي ايه نوع القماشه اللي استخدمتيها من فوق يا سمر؟ القماشه طبعا جيبير هاند ميد. جيبير هاند ميد. متركب كله بالايد، وتول فرنساوي. الله. وستان. وستان. طب قولي لي هو كم قطعه؟ انا شايفاه طبقات كتير. طبقتين ولا ثلاث طبقتين؟ طبقه ستان. هي الطبقه اللي فوق دي مديه ايحاء ان هو في كذا طبقه. لا هي طبقه ستان بس عشان طبعا مقصوص كلوشات، فمديكي ان هو مدي كذا طبقه. وحلو قوي الكم ده. كم بومبي شويه. ليه اخترت لها الحجاب اللون ده؟ طبعا عشان يكسر بقى الورد، طبعا في كتير اوف وايت والهافون، فلقيت الكافيه ماشي معايا اكتر. انت شايفه ان الورد يعني انت اخترت لها الحجاب حسب الورد اللي هو البيج اللي موجود، البيج اللي موجود في الفستان اقل شويه في الفستان. يعني الكافيه اللي في الفستان قليل. نستغرق معاكي وقت قد ايه؟ لا ده خد اسبوع. اسبوع. يعني كل دريس بيختلف عن التاني. طبعا طبعا. وطبعا مش الاسعار واحده. لا كل حاجه ليها سعرها. كل حاجه ليها سعرها. بنشكرك. شكرا. حلو قوي. في بنوته تاني جايه لنا. طيب هتكلمينا اكتر عن تفاصيل الدريس او الالوان بتاعت الفستان اللي هي البنوته اللي مشيت دي اللي تحت ده كان ستان ولا ايه؟ ستان. ولا الطا موضه؟ لا ستان صالونه. بتستخدمي الالطا موضه في عموما؟ طبعا في عملاء بيبقوا حابين لمعه الستان تبقى هاديه. انت جايه تجننيني النهارده. الدريس ده جميل جدا جدا جدا. الله. قولي لي ده يعني انت استخدمتي فيه ايه؟ قولي لي انواع الاقمشه اللي فيه. الفستان قماشته قطيفه فرنساوي. قطيفه فرنساوي.
وتول ريش. التول ريش عملت الاكستنشن قصير كده وطعمت منه على الكم. بيستغرق معاكي الريش ده قد ايه؟ لا هي الماتيريال بتيجي جاهزه. هي بتيجي جاهزه وانت اللي بتركبيها؟ بالظبط بتيجي جاهزه. ده بالظبط اخذ معايا يوم. ومميز جدا جدا. اخذ معاكي يوم؟ يوم يوم. طب ليه نفشتي من الوسط قوي، وليه اخترتي الدريس ده للبنوته دي بالذات؟ طبعا هو الفستان اصلا شنط، وهي وزنها ماشي مع قصه الفستان. انا اهم حاجه بالنسبه لي الوزن، هو اللي بقدر اقيم ان انا اعمل الستايل يمشي معايا ولا لا. حلوه قوي. وانا بعشق من عشاق اللون الاسود. الاسود ده يعني مش عايزه اقول لك. بنشكرك، شكرا. طيب قولي لي بقى، انت لتاني مره انا لاحظت ان انت فساتينك اغلبها بتستخدمي ان انت تنفشي من هنا. ليه؟ انت شايفه ان ده موضه اكتر؟ موضه اكتر. هي كانت اسمها موضة زمان جدا. اسمها ايه القصه اللي من هنا؟ القصه ليها فوليوم شويه شويه. يعني ملهاش اسم مثلا؟ عشان مثلا لو رحت انا لمصممه ازياء اعمل، انت عاملاها حتى عندي بس عاملاها باشكال مختلفه. بالظبط. فوليوم. بيبقى فوليوم اضربيه شويه. تمام. قولي لي بقى، لو واحده هتتخطب وحابه تلبس فستان بترشحي لها الوان ايه؟ وبتقولي لها بتنصحيها ان هي تختار ايه وتعمل ايه وقبلها بكام يوم عشان تصمم؟ تعمل ايه بالظبط؟ قولي لها انصحيها. طبعا بتجيلي الاول، بنختار طبعا اللي يناسبها. معانا موديل جميله تاني يا صنع. الله، دكتوره انجي جميله. هي القصه دي اسمها ايه يا صنع؟ عايزي فستان ستريت قصير وعليه اكستنشن تول، تول فرنساوي. وطبعا انا لاحظت حاجه بقى، التول الفرنساوي في الدرس الاولاني الفستان الاولاني كان نفس اللون ده بس ما كانش مشغول. ده انا شغلاه بايدي. انا شغلاه كله. مركبه الهاند ميد كله. ده بياخد اللولي وقت. هاند ميد طولة بال رهيبه. هو قعد فعلا بالظبط الفستان قعد اسبوعين. قعد اسبوعين. لان التول طبعا بنجيبه ساده وبنركبه الهاند ميد. طب انت مركبه ايه؟ مركبه خرز ولا مركبه ايه؟ مش فاهمه. لولي. لولي. اه عشان يدي الجمال ده من ورا. حلوه قوي قوي. طب انا عايزه اسالك سؤال. هو اللولي اللي موجود في التول هو نفس اللولي اللي في الفستان نفسه من تحت، ولا ده حاجه وده حاجه؟ لا، القماشه اللي من بتاعه الدريس فلاورز. بتيجي جاهزه برضو. بتيجي جاهزه. والفستان بيبقى كب ومتبطن بقى ستان والحشو بتاعه ستان. يعني مش كله بتعمليه على ايدك، في حاجات ساعات جاهزه بتستعيني بالحاجات الجاهزه وتركبيها. بالظبط بالظبط، بيبقى في ماتيريال جاهزه بنشتغل بيها على طول. بنشكرك، بنشكرك جدا. قولي لي يا سمر بقى، مع الفساتين ممكن تستعيني مثلا بتوك او اكسسوارز تديها للعميله او تقولي لها مثلا ممكن تلبسي ده وممكن تعملي ده؟ ترشحي طبعا. ممكن ترشحي لها كمان انها تلبس لون شوز ايه؟ طبعا الجزمة. انا اصلا بهتم بتفاصيل الفستان، الهيلز، الطرحه، بتابعها الاكسسوار هتلبسه ايه، بتابع معاها لحد يوم الفرح. ان مثلا اتابع معاها هي صوري لي لون الشوزه هتلبسيها ايه، لون الطرحه الاكسسوار، لحد يوم الفرح انا ببقى متابعاها هتعمل ايه وتلبس ايه. ايه اهم التفاصيل اللي بتكون موجوده في التصميم؟ طبعا اهم حاجه في التصميم طبعا الباترون. الباترون ده اكتر حاجه بتاخد معاكي وقت طبعا، والقص طبعا بياخد اكتر من وقت. الجيب والبنطلون طبعا في طبعا في السواري كمان، يعني السواري كمان بياخد بروفات كتير جدا. يعني بياخد اكتر من بيقولوا عليه الكورساج. الكورساج صح كده؟ بالظبط. فبياخد بروفه كتير جدا، بياخد مثلا بتاع 3 4 مرات السواري في البروف. ده اللي بيميز شويه ان مثلا الحاجه تطلع مظبوطه، يعني في حتى في البروفات من اول الحمد لله شغلي بيطلع من اول بروفه بيطلع مظبوط، لان الباترون والقص طبعا بيبقى بمقاسات معينه. انا زعلانه جدا. ليه؟ الفقره انتهت. بنشكرك جدا بيك. جدا شرفت بيكي حقيقي. استمتعت جدا جدا بالفقره معاكي حبيبتي. الفساتين الجميله وبالاخص الفستان الاسود لفت نظري جدا. طيب. واكيد لازم هتعملي لي زيه ان شاء الله باذن الله. تحت امرك. تحت امرك يا سمر. تحت امرك. شكرا جدا لضيفتي سمر التوني. ما تروحوش بعيد، في فقره ثانيه جميله.